إلى الشأن اللبناني، ينشغل حزب الله بالتحضير للحرب والاستعداد لها وتحضير الجبهة الجنوبية ومختلف الجبهات يمكن اللي نحن ما بنعرفها لأي حرب محتملة، خصوصا مع وصول الرسائل من العدو الإسرائيلي عبر مفادين دبلوماسيين عرب وأجانب بأن هناك ضربة قد توجه قاسية إلى لبنان في الأسابيع المقبلة، وينظر يعني بطريقة مستغربة إلى الحراك المقابل اللي هو حراك السفراء الدول الخمسة التابعين للجنة الخماسية في لبنان بموضوع رئاسة الجمهورية. طب طالما هذه الدول اللي هي نفسها فرنسا، السعودية، قطر، مصر عم تتلقى معلومات من إسرائيل عن أنه قد توجه ضربة إلى لبنان، لماذا تنشغل هذه الدول بموضوع رئيس الجمهورية؟ يعني أنا بتصور كمراقب وكصحافي وكمواطن أنا أتفهم هذا الحراك بالنسبة للدول الخمسة أو ممثليها أو سفراء بالحد الأدنى. اليوم يعني هذه الدول بتشوف أنه أنت إذا وصلتي لمرحلة حرب لا سمح الله وعندك إذا بدك بنية دولة أفضل ما تروحي على حرب فيها دولة مفككة. اليوم إذا نحن بدنا نحكي حليمة على مرحلة قد نذهب لا سمح الله فيها إلى حرب، طيب عندما نتحدث بمرحلة الحلول مع مين هذه الدول بدها تحكي؟ نتذكر بال2006 كان عندنا رئيس جمهورية، كانت الوفود تجي تحكي مع إيميل لحود، كان رئيس جمهورية، كانت تجي تحكي مع فؤاد السنيورة، وكان في كلام ودور مؤثر لألون، والقرار 1701 مش مزبوط أنه هو قرار إذا بدك تنازلي خضعت لألو حكومة فؤاد السنيورة أطلاقا، خاضت المفاوضات هي ورئيس الجمهورية، ولكن هو استند إلى نقاط قدمها السنيورة طبعا نعم. طبعا وعدلت أكثر من مرة، كان حزب الله يراجع كل والرئيس نبيه بري كل بند من البنود التي اتفق عليها، وكان في إذا بدك توافق واسع، وأيضا كلنا بنتذكر أنه لما الرئيس نبيه بري قال مثل ما في مقاومة عسكرية عم تواجه إسرائيل بقودة حزب الله وحركة أمل وكل قوى المقاومة بالبلد، كان في مقاومة سياسية تقودها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، اعترف فيها الرئيس نبيه بري بغض النظر عن الانقلاب بموقف حزب الله بمرحلة لاحقة لما يعني عمل حملة على حكومة السنيورة وخونها وأراضي طيرها لما احتل وسط بيروت. اليوم الوضع لا سمح الله إذا تكرر هذه الحرب، طيب اليوم هذه الدول إذا بدها تجي تحكي بحلول مع مين بدها تحكي؟ طيب اليوم أنت إذا بدك تحكي عن ترتيبات سياسية ما بعد الحرب، يعني لن نقول أنه والله قد تدفع هذه الحرب باتجاه إرساء تفاهمات سياسية أو حلول سياسية مع الإسرائيلي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بده يكون في رئيس جمهورية ليوقع هذه الاتفاقية. طيب اليوم إذا اتفقنا على ترسيم حدود أو تحديد الحدود، خلينا نقول مزارع شبعة، تلال كفر شوبة، النقاط 12 المتفق عليها امتدادها للحدود البحرية، يفترض أن يكون في رئيس للجمهورية، وبالتالي أن تبقى مقومات الدولة أو هيكل الدولة وعلى رأسها رئيس للجمهورية، هذا أفضل من أن نكون في حالة تخبط وتفكك كالذي نحن عليه اليوم. ولكن اليوم حزب الله يربط، وإن كان لم يقل هذا الأمر بشكل علني، هو يربط موضوع رئاسة الجمهورية أو أي حل داخلي بوقف إطلاق النار في غزة، وهو قال أنه أوقف إطلاق النار ولكل حادث حديث بكل المواضيع الأخرى. واضح أنه اليوم حزب الله يعرف تماما أو هو يلمس تماما بأنه الوضع اللبناني هو وضع مؤثر بالنسبة للدول الكبرى ودول الخليج أيضا. سعي هذه الدول لتحييد لبنان عن هذه الحرب هو سعي حقيقي وجدي، بالتالي حزب الله يعني يستفيد من هذه الهجمة السياسية والدبلوماسية، واللي طبعا ما راح تكون لتخدم لبنان فقط، هي عندها أيضا غايات لحتى تساعد إسرائيل وتجنب إسرائيل أيضا الحرب، لأن إسرائيل بدها تتضرر من هذه الحرب وأن تعيد لإسرائيل اعتبارها بمرحلة ما بعد طوفان الأقصى. ما حدا يعني بيقدر اليوم يسلم إذا بدك بعد اللي صار بعد هذه الحرب، وأنا لا أقول بنفسية الانهزامي، يعني بنكون عم نتخبى وراء أصبعنا، اللي اليوم بعده عم يطرح شعار أنه إزالة إسرائيل من الوجود بيكون يعني عم يكبر الفشخة أو عم يكبر الحجر لحتى ما يصيب. اليوم نحن أمام واقع جديد،
الطروحات، أنا برأيي نحن أمام فرصة، الطروحات التي تقدمها اليوم دول مثل الولايات المتحدة والأمريكية وحتى الإدارة الأمريكية اليوم عم تحكي بشكل كتير جدي ومكثف بموضوع حل الدولتين. يعني أنت اليوم إذا بتروحي لحل مقنع للقضية الفلسطينية، يعني بترسمي معالم هيدي الدولة الفلسطينية، بيكون عندها سيادة كاملة على أراضيها، بتشوفي شو حدودها، شو دورها، شو علاقاتها مع جيران، شو علاقاتها مع الإسرائيلي، وأنت بتروحي بالفعل لحل تكفل وترعاه دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا بعتقد المرحلة المقبلة لن تكون الولايات المتحدة هي الراعي للحل في فلسطين المحتلة على الإطلاق، سيكون الروسي، سيكون الصيني، سيكون التركي، سيكون الإيراني والسعودي أيضا، كل هذه الدول بدها تكون شريكة بالحل حتى يكون حل قوي ومستدام. لأنه اليوم أنت وقت اللي بتقولي كل هذه الدول بدها تكون شريكة، يعني أنت عم تحكي عن ترتيبات جديدة على مستوى المنطقة. خليني أتذكر أنا وياك حليمة عندما شاركت إيران بالقمة الإسلامية بالرياض، ألم يكن الرئيس رئيسي موجود، وعندما صدر البيان على ضرورة حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية كان موجود ووافق عليه وبالتالي بلشت النظرة تتغير للواقع القائم. طبعا نحن لا نقبل أن يكون الوضع كما كان قبل عملية طوفان الأقصى، يعني كانت القضية الفلسطينية ممحية، كان حدا يعني اليوم كنا يعني ربما هذه العملية ستغير أساسا وتعطي قوة للفلسطيني أن يفاوض على ما في موضوع شك. لن يكون هناك عودة إلى ما قبل 27 لا بالنسبة للفلسطيني ولا بالنسبة للإسرائيلي. الفلسطيني لم يعد يقبل حصار بأي نوع من الأنواع وأن يهمش من جديد، ولا الإسرائيلي أيضا يقبل مرة تانية أن تكون القوى المسلحة التابعة لمحور الممانعة قادرة على أن تهدد أمنه بأي سعة. ولكن هيدا أيضا أنه الإسرائيلي ما في يأخذ كل شيء وما يعطي شيء، وألا بده يضل يعيش حالات بتشبه حالات 27.